نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة. نشوف الطريقة. ده المرد، الجزء ده المفروض المرد بتاعت الناحية الشمال، يعني ده الجنب الشمال اهو، الجاكيت او البلوزة اللي هنعملها، وده الجزء بتاع المرد عملته بالعرض، ده العرض اللي تختاروه زي ما انتوا عايزين، وعاملاه كمان على طول بالغرزة العدلة عشان يبان هنا سطر وسطر، وهنا كله اسطر عدلة في الوش وفي الظهر. اوضح لكم بس شوية، اقرب كده. هما 12 غرزة انا سايباهم للمرد هنا، وعاملاهم على طول بالغرزة العدلة، واشتغلنا كام سطر. ممكن نشتغل هنا المسافة اللي احنا عايزينها بليسي او بالغرزة العدلة على طول، وهنشوف ازاي بنشتغل بقى نعمل المرد الزجزاج ده. 12 غرزة هما لسه كاملين عندي اهم، هاجي من ناحية وش الشغل اشتغل الغرز بتاعت المرد بالطريقة دي. هم 12 غرزة انا عاملاهم عندي، 2 4 6 8 10، وادي 11. اجي عند اخر غرزة يا جماعة، اهي شكلها هيبقى واضح. هاخدها، اخدها اخر غرزة في المرض، اخدها مع اول غرزة في الجزء بتاع الجسم بتاع الجاكت اللي طالعين بيه. هختصر يعني غرزة غرزة طول ما احنا ماشيين، اخد الغرزة دي ودي واخدهم مع بعض كده، 2 معاهم كده من الخلف. لو في الناحية التانية اليمين هاخدهم 2 عدل مع بعض نفس الطريقة. هبتدي اختصر غرزة من غرز المرد الـ12، هبتدي واروح اكمل الغرز عدل بتاعة الجنب بتاع الجيكت اهو. الغرز اللي انتوا زي ما انتوا بقى حسب العدد، انا عامله طبعا هنا نموذج مصغر برضو. هكمل السطر الاخر يا جماعه بالغرزه العدله، وارجع من الظهر مقلوب، وهشتغل طبعا جزء المرد عادي بالغرزه العدله برضو حتى من الظهر. هشتغل ده كله وارجع لكم تاني من الناحيه اليمين تاني، واحنا في وش الشغل نشوف هنختصر غرزه كمان ازاي. كملت السطر العدل بالغرز العدلة كلها ورجعت مقلوب، وجيت عند غرز المرد في ظهر الشغل يا جماعة، عملتهم بقى 11 غرزة، الـ11 غرزة اشتغلتهم بالغرزة العدلة. هاجي بقى السطر التاني في وش الشغل، اخد الغرزة دي من غير شغل كده، واشتغل كام غرزة، ادي 2 3 4 5 6 7 8 9 10، هم 11 غرزة. انا هشتغل الـ10 دول اهو، واخد اخر غرزة في غرز المرض دي اللي هي جنب الغرز العادية السادة بتاعت جسم الجاكيت الجنب. اعمل ايه؟ اخد 2 دول مع بعض، اخد غرزة من غرز المرض مع غرزة من دول واشتغلهم من الخلف مع بعض. اختصر غرزة كمان ويبقى اكمل كده بالطريقة دي، واكمل الغرز بالغرزة العدل عادي. انا يا جماعة هختصر الغرز مش لغاية ما يخلصوا، لغاية النص بس، يعني الـ12 دول يبقوا 6، واكمل السطر كله عدل بالطريقة دي. خلاص هكمل بالطريقة دي وخلصهم، وارجع مقلوب الغرز بتاع جسم الجاكيت مقلوب، وغرز المرض اي اللي هيبقوا 10 غرز اشتغلهم بالغرزة العدل. كملت من ظهر الشغل الغرز بتاعت الجنب مقلوبين، وجيت عند 10 غرز بس بتوع المرات، 2 4 6 8 10، هنزل واشتغلهم عدلين الطريقة دي. اهو اخر غرزة بشتغلها مقلوبة، وفي اول الشغل بسلتها عدل من غير شغل زي ما قلت لكم عشان تبقى منتظمة بالشكل ده كده، اخدها كده من غير شغل. ادي 1 وادي 2
ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. واخد الغرزة العشرة من المرد، اخدها مع اللي جنبها العدلة برضو مع بعض بس من ورا من الخلف بالطريقة دي اهي، واكمل الغرز. استمر على كده يا جماعة بنفس الطريقة لغاية ما دلوقتي اصبحوا كام؟ 2 4 6 8 9، لغاية ما يبقوا 6، يعني كانوا 12 هختصر لغاية ما يبقوا 6، وهرجع لكم نشوف الشكل هيبقى ايه. كده بقى 6 غرز اهم، 2 4 6، خلاص. هعمل ايه؟ هكمل هوريكم هعمل ايه. هكمل الغرز العدلة كلها، السطر كله عدل، وارجع مقلوب وهنشوف هنعمل ايه. رجعت بقى شكل الشغل كده، ودول 6 عدلين بس في المرد. ابتدي اعمل ايه؟ ابتدي ارجع 6، احط 6 تاني عشان يبقى العدد 12. تاني احط ازاي؟ من الخلف كده وانا كنت راجعة، ابتدي انا اشتغلت دول بالغرزة العدلة، خلي كمان اخر غرزة كمان اشتغلها عدل، اللي كنت اشتغلتها مقلوب خليها عدلة اهي، وابتدي احط غرز 6 غرز تاني كده اهو. 1 2 3 4 5 6، يبقى عشان ارجع تاني المرد 12 غرزة. ده يا جماعة لو في الناحية اليمين هنعمل عراوي كمان، المفروض كنا عملنا عراوي او يتعمل عراوي بقى في الجزء اللي جاي. ابتدي اشتغلهم بقى، اشتغل 6 مع 6 التانيين اللي باقيين ويبقوا 12 اهو. اوسع بس الغرز كده واشتغلهم بالغرزة العدلة عادي. يبقى انا حطيت 6 غرز تاني اعوض اللي انا اختصرتهم قبل كده. ده اللي هيعمل لي شكل، يعمل لي شكل كأنه زي زجزاج كده. اهو يا جماعة، واكمل امشي بيهم سطر كله عدل بقى. بالطريقة دي كأنه زي الاول خالص، زي اول سطر بدأته كانوا 12 غرزة المرد والغرز بتاعت الجنب بتاع الجاكيت. همشي بيهم سطر كامل وارجع مقلوب، وبعدين ابتدي في السطر الجديد من الوش الشغل، ابتدي اختصر واعمل تاني زي اللي عملته في الجزء التحتاني. اخلص بس ده كله عدل وارجع مقلوب وارجع لكم تاني. رجعت بقى يا جماعة، اشتغلت في الظهر واشتغلت كمان ادي سطر ورجعت اهو. ده شكل الشغل بقى كده. هبتدي بقى عندي 12 بقى امشي بيهم زي ما مشيت في الاول. ادي اول غرزة هاخدها الشغل، وابتدي اشتغل 11 بس، واخد اخر واحدة زي ما عملت، ابتدي اختصر سطر بسطر. رجعت لكم يا جماعة لما بقى الشغل شكله كده. لكن عايزة اعتذر عن حاجة مهمة واساس الغرزة يا جماعة اللي احنا بنعملها، ان احنا لما نيجي نختصر الغرزتين هناخدهم مش نسلت ونسلت وناخدهم، لا ناخدهم 2 عدل عادي. هوريكوا ازاي، معلش انا اسفه ما خدتش بالي الا بعد ما سجلت اجزاء كتيره من الفيديو يا جماعه.
اهو هنشتغل. احنا وصلنا لما بقى ادي 2 3 4 5 6 7. ابتدي اخد هوريكو تاني يا جماعة، معلش على غلط، ما حبيتش اعيد الفيديو من اوله تاني، اعذروني. ناخد اخر غرزة، دول بقى خلاص المفروض يبقوا 6 برضو. 2 4 2 4 6، لسه في واحدة 7، هما 8 المفروض يوصلوا لغاية 6. فانا هاخد التامنة مع الغرزة العادية اللي هنا، مش هاخدها من الظهر، لا انا هاخدها عادي كده. نعدل مع بعض كده، بيكون الشكل مظبوط اكتر. حبيت بس انبهكم للغلطة اللي انا غلطتها. 2 عدل على طول من الامام بكل سهولة، وتكملوا زي ما عملنا في الاسطر اللي بعد كده. نختصر بعد كده لما نرجع في وش الشغل في السطر اللي جاي، برضو اخر غرزة في المرض هنا مع الغرزة اللي فيه جنب الجاكيت، لغاية ما يبقوا 6، وابتدي احط تاني 6 يبقوا 12، وهكذا اطلع لما اوصل طول الجاكيت اللي انا عايزاه. الجزء ده هيكون فيه الزراير تتركب هنا وهنا في الجزء اليمين بتاع الجاكيت. المرد من هنا هيكون فيه العراوي، تعملوا مثلا على حسب المسافة والمقاس اللي بتعملوه، تعملوا عراوي عروتين مثلا هنا، وفي الزجزاج التاني عروتين، وهكذا لغاية ما توصلوا للطول المطلوب. بكده يا جماعة يكون الفيديو خلص. هشتغل كمان كام سطر ووريكم في النهاية الشكل. يا رب الفيديو يكون، مش عايزة اطول، يا رب الفيديو يكون عجبكم بس وفهمتوا الطريقة، وتنتبهوا للملاحظة دي ان بناخد اخر غرزة في المرض اللي بنقصها مع جنب الجاكيت، بناخدهم 2 عدل عادي من الامام بكل بساطة وكل سهولة، يطلع الشكل حلو ومنتظم مفيش اي مشكلة. هخلص كام سطر ووريكم الشكل. ده الشكل معايا يا جماعة اهو، ده كده. وحطيت تاني 6 بعد ما اختصرت، بقى 6 هنا حطيت 6 تاني، وهكذا بمشي للارتفاع اللي انا عايزاه زي ما قلتلكم للمرات. يا رب يكون الفيديو عجبكم، متنسوش تعملوا لايك لو عجبكم، واللي مشتركش يشترك في القناة. ومع السلامة، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.